من اخبار النادي الاهلي نروح لنادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك اللي بيرفض مرور توديع طبعا بطوله الكونفدراليه الافريقيه قصاد فريق ولايات اديتش الاثيوبي من دور ال 32 مرور القرم، واكد ان هو هيكون طبعا لسه في جلسه مع كابتن ايهاب جلال المدير الفني لنادي الزمالك في الوقت المناسب عشان يقدروا يناقشوا اسباب الاخفاق الافريقي، خصوصا طبعا ان اداره نادي الزمالك شايفه ان الوقت مش مناسب دلوقتي بسبب الازمات الاداريه اللي بيمر بيها النادي في الوقت الحالي. كاسانجو مهاجم نادي الزمالك استقر ان هو يخضع لبرنامج علاجي في الفتره اللي جايه ان شاء الله بره نادي الزمالك بعد طبعا ما جددت اصابته مره تانية في العضله الخلفيه في معسكر منتخب بلاده. بكده كاسانجو هيرجع مره تانية للقاهره ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي بعد ما حرمته الاصابه ان هو يشارك مع الكونغو في وديه تنزانيا. كمان ايهاب جلال المدير الفني لنادي الزمالك اكد للجهاز المعاون ليه على اهميه ضم محمد مجدي قفشه لصفوف نادي الزمالك خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه، خصوصا ان اللاعب بيتميز بامكانياته ومهارات عاليه جدا وهيكون اضافه قويه للفريق. ايهاب جلال بيسعى ان هو يعمل جلسه مع اللاعب بعد ما يرجع من معسكر المنتخب الوطني والمقام في سويسرا عشان يقنعه طبعا بالانضمام لنادي الزمالك ويقفل ملف التفاوض مع النادي الاهلي اللي طبعا يسعى هو كمان لضم اللاعب. عايز افكركم مره تانية بسؤال حلقتنا النهارده، تقييمكم ايه لاداء منتخبنا الوطني الاول في مباراته قصاد البرتغال؟ لسه مستنيه اجاباتكم على هاشتاج البرنامج شجع مع شيما على تويتر. دلوقتي ميعادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في تايم اوت، خليكم معانا.